ما يمكنش انه دابا شوف صيفطوا للدار اسامه الا ما صيقش ليا دار اسامه وغسلها من لا دروات لا كوش غادي يجي غادي نحرو غادي نتفلو ليه غادي نتفنو في هاد البودره هادي ديك البلاتفورم فين غادي نحطو في هاد البودره هادي اللي حدايا هاجي هاجي هاد البودره هادي زعما انا فين غادي ندفنو. السلام عليكم السلام عليكم سيدي، فيديو جديد عاوتاني رجعنا لكم في حلقه اخرى عاوتاني من ارك سيرفايفل. شوف هاد الحلقه هاجي عرفتكم بلا كلكم عجبكم داك الكهف اللي كاين تحت الماء، غنحاول نشوف كيفاش ندير نتحول ليه، ولكن قبل ما نبداو بحال ديما خاص ضروري نمشي نضرب تركيله من المحل عندي اللي هو هذا. جينا قدام المحل كنت قدرت لهم بلا واحد النهار غيكون كلشي فابور، ما حتى واحد ما جا حط ليا صاحبي، هما باغيين فابور ونكون انا حاط ليهم. علاش ما باش نحط ليهم؟ حيت كون حطيت ليهم هنا محيه يجي واحد يهز كلشي. داكشي علاش قلت انا اللي جا زعما بغى محيه فابور غادي يجي عندي غيقول يحط ليا شي حاجه هنا باش نعرفوا بلا راه بغاها فابور نديها ليه. اول كليان الاخوان صافي، اول كليان يعني اول كليان خاصني نعطيه كادو مع محيه. الكادو اللي غنعطيه هو نعطيه واحد فادو، هذا فيه 321 هذا فيه غير 300. نهز هذا ندي ليه هذا وماحيه. بحال خاصني نعطيه من ماحيه، شحال خاصني نعطيه؟ خاصني نعطيه واحد ماحيه، نعطيه 10 ديال الماحيه. وتكون هذا هو الدافوس، مشاو نطيرو عند الدافوس للدار. طير انت ماك تقيم. صافي نمشيو عند الدافوس دابا. خاصني نستعملو هذا الحيوان هذا كيدير واحد تيليبورت هربان. اجي بعدا فراسك تلفات ليا الطريق اش هاد الزمر هذا. الدار ديالتو ها الدار ديالتو هنا، يعني غنديرو ديك وي وي اصل الارض خلاص. ها هو وصل بلا شي نتيليبورطا ليه، نخلي الباب محلول اخونا هذاك ما دار شي تور. انت انا عرفتي ندير واحد البلانز كنختفي ايوا نمشي نبقى نتسلت على الله يبان ليا فشي قنت نستقسرب عليه واحد جوج هنا. شكون هذا؟ دافوس اشرف. انا منين متا هادو تيم باش نقرب حدا وماشي شو شي يقولوا. شوف دابا اشرف هذاك الشيء كاع اللي خديته من الحرب حطوا لي في هذا الصندوق الله يرحم ليك الوالدين. دابا صافي راه حطوه دابا صافي حطيت كلشي صافي. شوف خص هادشي اللي قلت للضوبي يديرو، ما داروش غادي نقتلو باش نقولها لك من الاخر. اه انا شاك فيه يدير شي حاجه حيتاش خونا عطينا ليه لي السكري ديالنا كاملين، عطينا كلشي دابا. ما يمكنش انه دابا شوف صيفطوا للدار اسامه الا ما صيقش ليا دار اسامه وغسلها من لا دروات لا كوش غادي يجي غادي نحرو غادي نتفلو ليه غادي نتفنو في هاد البودره هادي ديك البلاتفورم فين غادي نحطو. في هاد البودره هادي اللي حدايا هاجي هاجي هاد البودره هادي زعما انا فين غادي ندفنو؟ شفتين هنا انا جاي باغي نجيب لك محيه ياك، وجاي يجيب لي جايب لك معاه كادو في الاخر كنلقاك معاون مع اشرف وصيفطي الضوبي يسيق لي الدار. عرفتي دابا انا باش نشوف انا دابا باش ما نزربش في شي حاجه اللي نقدر نديرها ولا شي لعيبه نصوني للضوبي ونشوف شنو غادي يقول لي، واش هو متفق معاكم في هاد الشيء ولا غير داير لكم الخاطر حيتاش عنده شي قالب في راسه. كيجونيش الضوبي خونا تيصوني الضوبي واخونا واخونا راه الضوبي مسالي راه ما مساليش ليك راه خدام السي تيسيق الضوبي من خدام كترونو دابا نتوما اش التخربيق هذا اش كديروا دابا؟ ماشي شغلك ماشي شغلك ماشي شغلك سافر باش تشدو مع تسافر تلقى سلال كلشي سير الحق عليه لا الا يخلي لك شي حاجه تما. اش غندير مع خوتنا دابا؟ نقتلهم نحبسهم علاش غدير مع هادشي دابا؟ زكا دابا انا من هادشي كامل ما تيهمونيش هاد الزوج هادو الدراري الله يعاونكم. يلا 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 سير الله يعاونك ويرفعوا تكركبوا عاون ربي. عرفتي لقيت الضوبي مدار هادشي الا ما نذبحوا له ولا هما راني ما نتسماش اسير. هيا الدار باقيين التورنتات هو الضوبي هذاك مال هادشي. لا الضوبي لا الضوبي لا صح تحيد كلشي خلى البولات كلشي يا صاحبي خلى لي هذا باقي لها 12 دقيقة وتمشي. شنو فيها الضوبي مخلى ليا الفلينت شي ناضي سي الضوبي ماشي لا شي ستوريج واقيلا نساه. شنو هذا؟ ما عرفتش شنو هذا شي نشوفو الديناصور كيدير. يا ناري لا احس باش حس ناري لا احس باش حس ناري. شنو انت اللي كينعس بنهار وكيفيق بالليل ياك هو هذا؟ اخوان ماشي الغدر بدا الغدر واط غدرت اي 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 اش غنقول لكم هو الناس الكلبه هادشي دابا هادشي شي تيخليك تراجع راسك 100000 مرة ولكن اي اي اش نقول فراسك ولكن كاينه واحد الحاجة كاينه واحد الحاجة الاخوان زكزكز كون باقي الكهف عندي لهيه جيت لهاد البلاصة هادي نشوف حيتاش هاد ستوريجات كانوا عامرين عندنا بالاسلحة وا الضوبان لا الضوبان اصاحبي
كلشي خلاه خام، كلشي خواه. اش خلا غير التورنت، عطي شنو؟ ما حد الغدر ناري، وبغيت ندير ليه بيك اب، ما تكملش عليا داكشي اللي خاصني. بغيت ندير ليه بيك اب وانا نهرسو، تفو ناري حاس بواحد الاحساس ما زوينش اصاحبي. ما زوين. كيقول لك اللي غدرك غدرو واللي ما غدركش غدرو، حيت الاحتياط واجب. الا شفتو هاد الكهف ديالنا بحال هكذا وهزيتي راسك للفوق، غادي يبان لك بلي راه كاينه شي حاجه الفوق، كاينه شي دخله الفوق، شتيها؟ وداكشي درت النهار الاولاني، غادي ننقز بحال هكا غادي نطلع لهاد الطليعه هادي، وغادي تشوفوا تكتشفوا بلي راه انا فوق الدار وكاينين ستوريج جات هنا. من فاش يلاه بدينا الجيم وانا راد البال وتنقول كل مره خاصني ندير احتياط، ودرت هاد ستوريج جات هنا. وإلا دخلنا اليوم غتلقاو بلي راه فيهم القرطاس، فيهم الاسلحه، فيهم الدروع، ومن ديك الجهه اللي لهيه عندي شي جيجات خبيتهم وشي براكيوات خبيتهم الى ما ندمكم. شي كنتو ساكنين في قصر غادي نردكم ساكنين في الارض. اخر فاونديشن غنهرسها، اخر فاونديشن غتبقى واقفه عندهم في الدار غنهرس. وهذا الشيء ماشي غير الدراري داروا لي هاد الضربه، هاد الشيء كنقول لكاع الدراري اللي كاينين في السيرفر. انا اليوم رسميا كنعلن عليكم الحرب كاملين، اللي دار لي علاش واللي ما دارش لي علاش، اللي دار لي علاش غيدخلها ضربوه، واللي ما دارش لي علاش غيدخلها ضربوه قبل ما يدير لي علاش. انا هكا غنبقى خدام دابا، غادي نجي لهنا وغنهز الاسلحه اللي عندي كاملين، نهز كاع اللوت اللي عندي هنا، وغادي نمشي نوريكم الدار اللي غادي نرحل، حيت هاد الدار اللي غادي نرحل ليها. الى لقيتوني شي لقيتوني ديروا فيا ما بغيت. ودابا نتلاقاو في البلاصه اللي غادي نسكن فيها، وكيف ما تنقول لهم الا لقيتيني دير فيا ما بغيت، نمشيو نتحركوا دابا. اوكي الاخوان، وصلنا لواحد البلاصه في الماب اللي قلت لكم اللي لقاها يعكر ليا. انا في واحد البلاصه دابا اللي جيت بنيت هذا الباب درته هنا، دوك التورنتات اللي جبت من الدار درت واحد هنا، درت الاخر هنا، ودرت بزاف ديال التورنتات في الطريق ها الاخر حداها وكذا. هذه سميتي غير باش ندير، ولكن شفت واحد اللعيبه شنو واقع دابا. انا كنطير، انا في واحد البلاصه اللي محسوباش على ذاك الكوكب، محسوبه على التحت ديال الماب، ماشي التحت ديال الماب كيف ما كتعرفوا دوك العوالم الاخرين، لا هذه ما فيهاش الجاذبيه. شوف انا غادي نوريكم باش تفهموا كيفاش. شوف الا جينا لهنا وطلينا، انا كاين في القشره ديال الكوكب اللي ساكنين فيه الدراري دابا. انا راه مني للمجره دابا، فهمتي؟ علاش اللي ما عارف الكواكب ديال الارض كيفاش دايرين، ها هي التصويره غتوري لكم كيفاش دايرين. يعني دابا انا جالس تحت من الماب في الجرف ديالها، هذاك الجرف ديالها الا بقينا غاديين بحال هكا راه فيه كاع الموارد. دابا غنبقى غادي العالم ما غاديش يفهم وحداش، مره طالعه مره هابط. نكمل الطريق ديالي من هنا، انا كاين شي كريستال مضوي هاد القنيته هادي، عرفتي غير باش يوصلوا عندي للدار وغيتعذبوا. ما يمكنش يدخلوا لهم الديناصورات لهاد القنت. ها انت شوف واحد الشرج معاوتاني هنا كيطلع على المجره كامله، فهمتي؟ المهم نكملوا الطريق ديالنا، هادو راه فيه شي موارد جداد. شنو هذا باش نحيدوا هاد اللعيبه؟ نشوفوا ديماري، هذا فيه ستون والميتال، هذا الرير مشروم. المهم هنا اللي عطانا المواد، حنا ما شغلناش دابا حنا في هادشي، يلاه نكملوا الطريق ديالنا. دابا هنا فين غادي تكون المستعمره ديالتي، بلاتي نقشعها، هي وي جو، غادي نحاول نقي هادشي كامل. هنا راه شوف خاصكم تفهموا هاد الحاجه، دابا هنا منين دخلت انا ياك، داخل من هاد الزنيقه هادي ياك، ولكن راه الا مشيت على اليسر ولا على اليمين اون فوا غادي نجي من هاد الطريق مثلا، فرضا هنا فين كاين انا داير الدار ديالي، غادي نجي من هاد الطريق هادي شنو غادي نلقى؟ نلقى واحد البوابه هنا. اين فوا غندخل ليها؟ غدخلني لبلاصه اخرى، بلاصه اخرى فيها بحال بيت تقول لي بقعه دايره. هنا فين غندير مثلا الحيوانات تيبقاو يتكاثروا؟ حيتاش راه قلت لكم ما حد اعلنت الحرب على الدراري، راه كل نهار وكل حلقه غادي نخرج من الدار غادي نرد شي واحد للزيرو، يعني غادي نمشي غادي نفرشخ ليه كلشي. فهاديك البيته غادي ندير الديناصور غادي يتكاثروا، فهاد البيته الاخرى حتى هي ماشي هي بحالها، تيكونوا هما بحال ولكن كيختلفوا في الموارد اللي فيهم. هذه راه فيها واحد القنطره الوسط شتيها؟ المهم نقدر ندير فيها الدار ما عرفتش. شوف افكار غادي نشدهم ديك الساعات من لي كومونتير. عاد عاوتاني شحال من بيت عندي؟ راه عندي شي اربعه البيوت واقيله، واحد جوج نشوفوا هاد الثالثه حتى هي. هنا راه يمكن لي نتمشي يمكن لي نطير، يعني اللهم نبقى نطير هكا بالنو جرافيتي حسن لي انت. هادي كبيره البلاصه هادي شتيها؟ شي قداش باش نطلع للفوق نشوفو. ها هي البلاصه قداش، ويلا 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 ندير الدار ديالي هنا الفوق، يعني نقدروا نقادو هادشي كامل. وهادشي راه وحده من عرام ديال البيوت كيف ما قلت لكم. ودابا هنا ما غنحتاجش نخرج كاع باش نقلب على الموارد، حيت اغلبيه ديال الموارد كاين وسط هذا. نطلعوا نطلعوا على المجره كيفاش دايره من هنا. انتم باش تفهموا دابا شنو البلان، يعني الا عرفوا هاد البلاصه فين كاينه وغير يجيو، والا جاو غير يجربوا يدخلوا، والا جربوا يدخلوا غير يجربوا واش قد يقتلوني. دابا
عاد ما بغات ارك بي في بي ديال بصح راه نتلاقى مع شي واحد راه ما نعقلش عليه. هي البيت الرابعه وعلموا الدراري كاملين في لي كومونتير قولوا لهم بلا راهي الا مشيتي تلاقيتي مع باسطو راه ما يخلي فيك غير اللي ينسى. والدوبيمو دافوس غادي نتفاهم معاه ولا كنتو رجال بقاو في بلاصتكم. هذا تهديد صريح وحوار مباشر وداكشي كله. دابا انا غادي نحاول نبني هنا الدار ديالي ولا شي حاجه، ولكن في الفيديو الجاي غتلقاو هادشي كله تبنى. وغادي نجيب الديناصورات الاخرين في ارك باش من الحلقه الجايه غادي نبدا نفرشخو في عباد الله. واحد اللعيبه ما قلتهاش، هادشي كتبقى غير جيم، يعني هاد الهضره كلها تنقولها غير في الجيم، راه نحكموا في الجيم راه ما نزقلوش، ولكن في الواقع تنبقاو صحاب، يعني راه كونتنت كنديروا حنا كاملين صافي بلا سبان بلا حتى حاجه في لي كومونتير. مزيان فاش داروا لي هكا باش نعرف راسي معامن، ولكن بلاتي على حبكم تنزيل لكم بلاتي.